مرحبا فلاويني، شلونكم اليوم؟ الفيديو حنحاول نرسم به هذه العين طبعا بطريقة مبسطة، يقدر حتى المبتدئين يرسموها وما راح يواجهون مشكلة بها. واستخدمت بها ادوات كلش بسيطة وقليلة، قلم رصاص عادي، اي قلم طبعا، هذا مو فد ماركة او فد شي زينة واصلا ما ادري شلونه، بس احب استخدم قلم بمساحة اني سو ذات وات اي فاوند. واستخدمته قلم الوان اسود، اي قلم اني مستخدمه بريزما الواتر كولر، بس هالشي ابد ما يخدم لانه دمج مالته كله صعب، بس هو هذا اللي لقيته موجود. قلم الوان ابيض بس كون يعني فد لوني يلون، مو من هذا ابو الالف وربع. اوف كورس الحب اللي هو ساكورا جيلي رول، يسموه جيل بين، وفرشة مكياج and that's it. إذا حابين تشوفون شلون رسمت العين تابعوا الفيديو. يا يعني.